بحبك الكبير ده للأطفال وارتياحك بالشكل ده للأماكن اللي فيها أطفال. إيه الأسباب الحقيقية اللي بجد اللي مخليك مش عايز تخلف واخد قرار إنك حتى لو في يوم اتجوزت هتتجوز واحدة عندها أطفال عشان ما تقولكش عايزة أخلف؟ حافظة كل حاجة، مذاكراني بطريقة مرعبة. بصي، أولا ما بقدرش أقعد مع أطفال أكتر من نص ساعة. ده آخري. ثانيا كنت هبقى أب صعب. بعترف. بس دول مش مصدقاك. لا ومعاهم حتة لا مش عايز حد يبقى الولد في المدرسة ولا البنت في المدرسة. بصي انتي باباكي كذا، انا بحبش كده، ما ارضلهمش. اصل انا الناس اتنمر عليا اتنمروا عليا، اي دونت كير، خلاص خدنا على ده. لكن ما اقبلش على حد من. بس انت يا شريف اقوى من كده، وتعاملت مع التنمر بشكل اقوى بكتير من كده. اللي انا بقوله ده ما تحبش يبقى عندك ابن، وحتى لو حد تنمر عليه تزرع فيه القوه أنا دي. انا مش ضامن وتخليه ينتصر لنفسه. لا انا مش ضامن انه هيبقى زيي. طب انا قوي جدا، اذا كان انا جالي الكانسر وقعدت اضحك، فما حد يتنمر عليا هضحك، بس ابني او مراتي لا ما اقدرش، ما مش هقدر. شوفوا قد ايه الكلمه ممكن تضايق او تفرق مع الناس او تغير فكر حد او حياه حد.